خديجة الكبرى صانعة محتوى، قدرت إنها تحتل مكانة كبيرة في عالم السوشيال ميديا، وقدرت كمان إنها تخطف الأنظار بكل فكرة جديدة وترند جديد. النهاردة هي معانا عشان نعرف منها إيه هي أسرار نجاحها وإزاي بتقدر تتعامل مع أثار السوشيال ميديا السلبية. خديجة، أهلا بيكي في إكسبلور. أهلا فيكي بسمة، وشكرا للاستضافة الجميلة. في البداية خديجة، عايز أعرف مين هي خديجة الكبرى؟ خديجة الكبرى هي بنت طموحة، ذكية، فينا نقول عندها حب الشغف للنجاح. ليه اسم الكبرى؟ عرفت أنه هو اسمك على السوشيال ميديا. اسم الكبرى هو اسمي المركب، خديجة الكبرى. عندما أطلقت، أنا بحكي شوي فصحى، عندما أطلقت الاسم الكبرى لأنه اسمي خديجة، بحب دايماً الناس تقلي خديجة، فلما أطلق اسم خديجة حيكون له الكثير من الأسماء، يعني الخديجة، خوخة، خدوج، خجة، صح. فأنا بحب اسم خديجة فأطلقت الكبرى، لكن تفاجأت بشكل كتير كبير من الناس لما قرأته كوبرا. الأفعى. يعني خلاص أنت خدت اللقب ده خلاص. تماماً. طب دي حاجة مش مضايقاكي؟ أكيد لا، لأنه كنظريتي أنا اسم الكوبرا هو راجع للثعبان. مثل ما بنعرف كلنا، السم لدى الثعبان يستخدم في العقاقير، فهو أنت خدتيها بالجهة الحلوة. تماما. فممكن يكون شفاء بشكل عام دائم، فهو شيء حلو ليس شيء سيء. بس الناس أحياناً ما بتشوفش الحاجات الإيجابية في الحاجة. ويفترض النجاح، يفترض أنك تشوف الحاجات الإيجابية وما تشوف السلبية. أنت مدحتي نفسك كتير في البداية، كنت عايز أعرف ما بتقلقيش من رأي الناس من المدح ده؟ يقولوا عليكي مغرورة شوية؟ هقول لك شيء، بداية الثقة، الثقة في الله سبحانه وتعالى ونعم بالله. فيما بعد لما تثقي بنفسك، تعرف قيمة نفسك، وتقيمي نفسك، ما تجعلي الآخرين يقيموك، وكان عندك مبدأ وأنت ماشية أكيد مبخاف. طيب بدايتك كانت في كوريا. صحيح. ممكن تكلميني شوية عن كوريا؟ فيني أقول لك أنا كانت طفولتي في سوريا، وقت نشأت الحرب بسوريا، فأنا رحنا لكوريا أنا وعائلتي طبعاً، فدرست في كوريا وعشت الثقافة الكورية واندمجت في الثقافة الكورية، فكانت رحلة بالنسبة لي بسميها رحلة الوعي. ليه؟ لأنه علمتني كتير أشياء كوريا. أول أني أنا أتعامل، أنني إنسان وأتعامل بإنسانية كتير كبيرة وبسلام كبير. فهذا الشيء اللي أخذته بكوريا، من كوريا، يعني بعشتي بهاي الفترة اللي أنا عشتها بكوريا. أنت رحتي وأنت عندك 13 سنة تقريباً. صحيح. إيه التحديات اللي واجهتيها؟ يعني واحدة 13 سنة رايحة بيئة مختلفة. صحيح. عن حياتها، إيه الحاجات اللي واجهتيها؟ كانت حاجات بواجه، يعني كنت بواجه كتير أشياء لأنه كانت ثقافة كتير كبيرة وجديدة عني، ثقافة الحديث، العادات، الأشخاص، تقاليد طبعا. تماما طبعا التقاليد، فكان شيء جديد كليا عني وعن طفولتي اللي أنا عشت فيها بسوريا. فلما بديت أمارس الثقافة مع الكوريين، بسبب أني أنا كنت أقضي وقت بشكل كتير كبير مع الكوريين، فكان عندي حب أني البحث عن أشياء جديدة بكوريا وكيف كوريا ابتدت وكيف عايشة وكيف تقاليدها وكذا. وكانت في شيء جداً أحبه بكوريا، كوريين بشكل عام أشخاص إيجابية جداً وتقدر الأشخاص بشكل كتير كبير وتعامل الأشخاص بإنسانية جداً. فكنت كل يوم لما أطلع، أنا طالعة على المدرسة أو أنا بمدرستي أو أنا مع أشخاص، خديجة أنت نموي بودا كم سامي دا، بمعنى أنه خديجة أنت كتير حلوة، فأنا دايماً أتشكرهم. كانوا دايماً يحبوا يحكوا عن شعورهم يلي هن عم بيشوفوا. إيه اللي استفدتيه في عيشتك مع المجتمع الكوري؟
استفدت اني اكون لطيفه مع الجميع، اني اكون مسالمه جدا بشكل كثير كبير، واني اكون انسانيه واقدر قيمه الانسان. ايه المرحله اللي خلتك تنقلي من كوريا للامارات؟ هي مرحلة كتير حلوة، دايماً الإنسان عنده حب الاطلاع على كثير من الأشياء. دولة الإمارات هي دولة عظيمة، بتجمع بشكل كتير كبير الكثير من المبدعين حول العالم، وبتعطيهم الفرص الكبيرة. فكنت حابة أني أنا أكون بدولة عظيمة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، لكي أنثر إبداعي في هذه الدولة. خلينا نبدأ بقى السوشيال ميديا، وعايزة أعرف بدايتك على السوشيال ميديا، عملتي إيه؟ بداية السوشيال ميديا حقلك إنه أنا كانت بدايتي في يعني قبل السوشيال ميديا. سنة كام؟ هي في هاي السنة، في سنة 2023، نهاية سنة 23 كنت بشتغل بمجال الجوليري. فالأشخاص المقربة لإلي والأشخاص اللي دايما كنت شوفها بشكل يومي كان هنا في دبي. نعم. كانت تشجعني أني أنا أدخل سوشيال ميديا وكون ناشطة اجتماعية. فكنت إيه اللي شافوه فيكي قالوا لا أنت لازم تخش السوشيال ميديا؟ كانوا يحبوا عفويتي بشكل كتير كبير، وحبي للتصوير جدا، وكانوا كتير يحبوا شخصية الكبرى خديجة الكبرى، فيقولوا لي أنت لازم تكوني بالسوشيال ميديا. فكنت كتير أسمع هذا الشيء. المرحلة الثانية لما كنت لما يكون عنا في الشركة مثل إيفنت أو نحضر معارض، فكنت دايما الواجهة لأني أنا أكون حاطينك دايما في الواجهة تماما للجوليري والألماس، وكان كتير يسمع مدرائي جملة أنه أنتوا عارفين من اختاروا حاطين الماسة في وسط الألماس. ففكرت وقلت أنه أنا ليش ما أبدأ سوشيال ميديا وأنا عندي حب التصوير بشكل كتير كبير. بس أنت بدأ سوشيال ميديا من وقت قريب، من 4 شهور. إزاي قدرتي تخلي الناس ما شاء الله عندك عدد كبير من المتابعين؟ يعد بفترة قصيرة عندي هذا العدد، هو حب الجمهور لإلي وحب الناس لإلي، وهذا بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى أنه عطاني نعمة الحب لأي شخص بيشوفني. فقدرت أعمل هذا الشيء، هي عفويتي لما دخلت السوشيال ميديا مع أنه ما كنت عارفة فيها ولا شيء. اخترت أني أبدأ في برنامج التيك توك كلايف، لأنه بعد ما عملت بحث صغير شفت أنه أكثر برنامج هو فيه ينشرك بشكل أوسع وبشكل أكبر. وكانت بدايتي بالسوشيال ميديا هي مبنية على فكرة أني أنا فيما بعد أبدأ البزنس الخاص فيني، فأقدر أنا أعمل ماركتينج للبزنس الخاص فيني أو البرودكت اللي أنا فيني أطلقه. يعني أنت أخذ السوشيال ميديا كستب لنجاح أو لحاجة تانية قدام؟ طبعاً. صح كده. إيه الحاجة التانية؟ حاجة تانية عم بشتغل عليها صار لي فترة، هي حيكون حأطلق شيء حيكون جداً قوي وفكرة جديدة. مشروع خاص؟ مشروع خاص طبعاً، حيكون باسمي. فكرة جديدة وقوية حتوصل للعالمية. يعني الفترة الزمنية المتبقية للمشروع ده قد إيه؟ ممكن شهرين. شهرين. كلميني عن أول فيديو عملتيه وخلاكي ترند. أول فيديو عملته قبل ما أدخل السوشيال ميديا، كنت في أحد معالم دبي، هو متحف المستقبل. فكنت مشاركة بوان بليون، بإيفنت وان بليون. فشلت الكاميرا وعملت صورت سيلفي، فيديو صغير يقارب 15 ثانية، وحطيت حبيبي ويلكم تو دبي. فبتفاجأ خلال 3 أيام كان عامل 1 مليون مشاهدات. فهذا الشيء اللي شجعني بشكل أكبر أني أنا أدخل السوشيال ميديا. إزاي بتفكري فيديوهاتك؟ عندك فريق متخصص بيختار معاكي، ولا أنت لوحدك بتحسي أن أنا عايزة أعمل ده هو هينجح هعمله؟ فيديوهاتي بشارك بعض الأفكار مع ربعي، جمهوري أنا بقول له ربعي لأنه بحسهم هن أصدقائي وعائلتي الثانية. فبشارك معهم أفكار، بنتناقش أنه شو ممكن
فيديو نعمله بخيرهم، بيختاروا معي، بيساعدوني، وفي أفكار بتدور براسي بعملها. حققتي طبعاً ترند كتير، كذا ترند خلال الأربع شهور اللي فاتوا، إيه أكتر ترند ضرب معاكي أكتر؟ أكتر ترند ضرب معي هو الترندات بشكل عام، هو الترندين كانوا، بس أكتر ترند ضرب وهو أنا ما كنت مفكرته ترند، لأنه أول ما دخلت السوشيال ميديا بشكل عام مش كنت فاهمة السوشيال ميديا بشكل كبير، وما بقول لك ما بشوفه أنا ترند لأنه كان هو من الأساس غلط واستغليت أنا بهي المرحلة، فما بشوفه ترند بالنسبة لي. استغليتي؟ نعم استغلت لهذا الترند. اللي كان إيه؟ ادينا كده نبذة مختصرة. هو ترند هو حاليا موجود والناس كلها بتعرفه. وهذا كان بطريقة استغلالية لبداية السوشيال ميديا بهذا الترند، فأنا مش كنت عارفة حتى لما دخلت التيك توك، عالم التيك توك، مش عارفة حتى شو يعني اكسبلور. انت مش بتطوري على الترند؟ لا، كل صناع السوشيال ميديا هدفهم الأساسي الترند. صحيح. بس أنا بقول لك بكرر إجابتي إنه أول ما دخلت السوشيال ميديا مش عارفة حياة السوشيال ميديا والفكر للسوشيال ميديا وما الذي يحتاجه أو تحتاجه بشكل عام السوشيال ميديا. ففيما بعد لما بديت أكبر بالسوشيال ميديا بديت أعرف شو الشيء اللي بيحتاجه للسوشيال ميديا. بس لا، أنا ما كنت ولا مفكرة كنت أعمل ترند، وقلت لك استغلت بهذا الشيء وصار ترند. هسألك سؤال افتراضي. لو في يوم قررتي ان انت ما تعمليش اي حاجه على السوشيال ميديا، هتفكري تعملي ايه؟ هتقضي اليوم ازاي او هتعملي فيه ايه بالظبط؟ اكيد بفكر اني انا اقضي مع عائلتي. العائله هي هتعملوا ايه؟ انا عايزاك تفسري لي اليوم. العائله هي شيء عظيم، فبفكر اني نقضي وقت مع بعض، مثل نروح اماكن بنحبها، نقضي لحظات حلوه مع عائلتي بشكل كبير ومليانه تكون حب. مين أكتر حد في عيلتك دعمك في رحلتك؟ ماما. ربنا يخليها لك يا رب. ويخليها لها طبعاً التحية. شكرا. طيب عايزة أعرف منك، أكيد الأربع شهور كان في سلبيات وكان في إيجابيات في السوشيال ميديا، إيه السلبيات في السوشيال ميديا؟ السلبيات في السوشيال ميديا الناس دايماً بتحاول تكسرك لما تشوف القوية. وفي انتقادات بشكل كتير كبير ممكن تكون عم تواجهك أو محيطة لإلك بسبب إنه البيئات تختلف، ودائماً لما البيئة تختلف والمكان يختلف والجنسية تختلف فبيكون في اضطراب بالأفكار. فلما أنت تعرفيهم عنك بشكل أكبر، على ثقافتك بشكل أكبر، عن بيئتك بشكل أكبر، حيبدوا يتفهموك. أنا من الشخصيات اللي ما كتير بتبع السلبية ما بتتأثريش بيها؟ ما بشوفها، يعني ما بشوفها ولا بشوف إنه شو عم بيحكوا عني، لأنه أنا قلت لك عارفة حالي شو عم أقدم ومين أنا. والإيجابية الحمد لله أنا من بداية ظهوري على السوشيال ميديا الحمد لله وبفضل الله سبحانه وتعالى كان عندي إيجابية كتير كبيرة وقبول من الناس بشكل كتير كبير وحب كتير كبير، فما واجهت سلبية أكثر من أني أنا واجهت إيجابية الحمد لله. الحمد لله. مين المنافسة أو التيك توكر أو صانعة المحتوى منافسة ليكي؟ لحد الآن ممكن يكونوا كتار، بس أنا ما فيني أذكر أسماء، بس ليه؟ في كذا حدا بسبب إنه المنافسين ما لازم تذكري أسماءهم، بسبب واحد إنه بس لازم يكون عندك روح رياضية. أكيد لازم يكون عندي روح رياضية، بس أنا شخص مسالم جدا، بس أشوف اللي عم بينافسني. بس مسالمة للجميع وبتركه ينافسني. بالعكس هذا الشيء بيعمل نجاح أكبر. طيب ازاي بتختاري موضوعاتك وفيديوهاتك اللي بتنزل على السوشيال ميديا؟ بتعملي بلان قبليها؟ لا انا بقرر في ساعتها يعني. شوفي، في بعض الفيديوهات بقرر بساعتها وبنزلها، في بعض الفيديوهات ببحث عن افكار، في بعض الفيديوهات قلت لك بشارك جمهوري فيها، وفي بعض الفيديوهات انا على بالي اكون صورها وعامله فبصورها، بتم التصوير على اساس الشيء. طيب ايه اكتر برنامج او ابلكيشن انت شايفاه اكتر للشهره، تيك توك ولا انستغرام، وانهي فيهم اللي بتشتغلي عليه اكتر؟
اكيد شوفي حقول لك شيء، يعني كل برنامج له شهرته وله عالمه وناسه، لكن الاكبر اتساعا كنظريتي انا الانستغرام. التيك توك هو مصدر هو عمل ومصدر رزق. الانستغرام هو الاوسع شهره، بس كل برنامج بيعمل لك شهره كبيره بمكان معين. فانت لما تشاركي حياتك وتشاركي المحتوى اللي انت عم تقدميه بكذا برنامج، فهون حتعملي شهره بشكل اكبر من دول اكثر. صح. خديجه الكبرى، ايه الحلم؟ هو شوفي انا شخصيه ما كثير بحكي عن احلامي، بس حاحكي حلم صغير، ان يكون بزنس وومن على مستوى العالم. خديجه، ايه النصيحه اللي حابه تقوليها للبنات على التيك توك؟ نصيحتي لكل بنت، الثقة. لما تكوني واثقة من حالك حتعرفي شو بدك وحتتقدمي بنجاح كتير كبير. ما تخلي حدا يأثر عليك، لأنه أنت جميلة وقوية وفيكي تعملي اللي أنت بتقرري وحابة تعملي. بالتوفيق للجميع.